مشاهدينا الكرام، للمزيد بشأن تطورات الأوضاع في غزة مع استمرار الاحتلال في استهداف المدنيين الفلسطينيين وتأثير ذلك على المفاوضات في سبيل حل الأزمة، معنا عبر سكايب من مدينة نابلس عضو المجلس الوطني الفلسطيني الأستاذ محمود الصيفي. حياكم الله أستاذ محمود. السلام عليكم، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. بداية مع آخر الأخبار العاجلة التي وردت قبل لحظات، وهي تنصيب يحيى السنوار أمينا عاما لحركة حماس، يعني رئيس المكتب السياسي، ماذا تعني هذه الخطوة؟ هل هي كانت مستغربة أم كانت متوقعة؟ يعني هذا هو حال الشعب الفلسطيني. التنظيمات الفلسطينية دائما هي قادرة على الاستمرار، قادرة على مواجهة هذا الاحتلال واغتيالاته، ولذلك تعيين يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي هو رد حقيقة، رد طبيعي وقوي على هذا الاحتلال الذي اغتال صالح العاروري واغتال إسماعيل هنية يعني في خلال أقل من 7 أشهر. يعني الحركة واضح أنها جاهزة حقيقة لسد أي ثغرة يتم حصولها في المقاومة، لأن فعلا المقاومة الفلسطينية لا تنتظر، يعني وقت، ليس لديها وقت، وبالتالي الحرب العدوانية مستمرة والحركة قادرة عن إيجاد، لأن الشعب الفلسطيني هذه ميزته أن الفصائل لا تتأثر باغتيال قادتها. وكما تعلم الاحتلال اغتال أكثر من 120 قائد فلسطيني منذ عام 67، قائد ممكن يكون أمين عام أو مكتب سياسي، فلذلك اغتيال الأخ الشيخ إسماعيل هنية يعني ترك أثرا كبيرا حقيقة في المقاومة الفلسطينية. وهذا ما يقودنا إلى سؤال أستاذ محمود، هل سيتغير النهج والسياسة العامة لحركة حماس بعد تعيين السنوار، أم أن النهج موضوع والسياسة موضوعة بغض النظر عن الوجوه التي تتغير وتتناوب على قيادة الحركة سياسيا؟ نعم، يعني حركة حماس هي يعني كان رئيسها هو الشيخ أحمد ياسين، وكان نائبه عبد العزيز الرنتيسي، واغتيل يعني من بداية عام 2000، يعني 2003 2004. يعني الاحتلال استهدف قادة المقاومة تاريخيا، ولذلك الحركات الفلسطينية دائما قادرة على إيجاد البديل، فهذا هو يعني حركة الشعب الفلسطيني، فلذلك لن تتأثر أهداف المقاومة في الدفاع عن شعبها، في الدفاع عن أرضها، ولذلك ستستمر هذا النهج، سيستمر. يعني سبق أن اغتال الاحتلال الشيخ أحمد ياسين، واغتال أيضا أبو علي مصطفى، واغتال ياسر عرفات، واغتال يعني الكثير من القادة الفلسطينيين، ولكن دائما الحركات الفلسطينية دائما هي قادرة على أن تكون دائما في وقت الحدث وأن تستمر في هذه المقاومة، كما يحصل الآن في هذه الحرب العدوانية، حرب الإبادة في قطاع غزة. طيب، وأيضا هناك الحرب في الضفة الغربية. أستاذ محمود، ماذا عن المفاوضات؟ طبعا بعد اغتيال إسماعيل هنية بدأت وجهات النظر والآراء تذهب إلى أنه قتلت إسرائيل بعملية اغتيال هنية المفاوضات، وبالتالي السؤال هو هل بقدوم السنوار سيعاد النظر إلى ملف المفاوضات، أم أن الآن التفكير في طريقة الثأر لإسماعيل هنية؟ يعني من جانب الاحتلال ومن جانب الإدارة الأمريكية هي من أوقفت المفاوضات، ولكن دائما المقاومة الفلسطينية دائما تعطي الرد الإيجابي واستعدادها لأن تكون هناك صفقة لوقف الحرب بكل تفاصيلها التي أعلنت في 31 أيار من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن. المقاومة
أبدت إيجابيتها ووافقتها، ولكن هناك دائما هناك تفاصيل في أي مفاوضات حول الصفقة، ولكن الاحتلال حتى هذه اللحظة لم يعطي ردا إيجابيا. وأنت تعلم أخي العزيز أن دائما الحكومة الصهيونية ترسل وفودها لمضيعة للوقت وامتصاص الهجمة، امتصاص النقمة حقيقة، النقمة من داخل المجتمع الصهيوني خاصة عائلات الأسرى. وبالتالي المفاوضات هي أصلا يعني لا حدود لها، يعني حتى الكل يتوقع أن نتنياهو لا يريد مفاوضات. وأيضا حصل نتنياهو في زيارته الأخيرة للولايات المتحدة حصل على ضوء أخضر باستمرار الحرب، حتى يعني في ظل ما يسمى بالمفاوضات دائما هي متعثرة. وبالتالي المفاوضات ستبقى متعثرة، وهناك كثير من التصريحات من الإدارة الأمريكية والصهيونية أن الحرب ستستمر حتى بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية. شكرا جزيلا لك أستاذ محمود الصيفي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، كنت معنا من مدينة نابلس عبر سكايب.